ينضم معنا من طرابلس جمال عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جمال، بداية مرحبا بكم. كيف تقيم الأوضاع في طرابلس؟ إلى أي مدى تعتقد أن حكومة الوفاق استطاعت فعلا إحباط هجوم حفتر عسكريا؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. وأهل العراق الكريم. الحقيقة يعني إلى حد ما حكومة الوفاق بذلت جهد كبير جدا في مسألة صد هذا الهجوم، أوقفته في البداية ثم منعته من دخول طرابلس، ثم يعني ثم حررت مدينة غريان عاصمة الجبل وهي مقر قيادة قوات حفتر، اتخذها عمل منها قيادة. ولكن الناس ووسائل الأنباء والعالم يتساءل لماذا لم تحسم المعركة، لأن هي الحقيقة قوات حفتر ليست قوية ولا عندها هدف، معنوياتها يعني تعبانة وتتعرض إلى التآسل والأسر. لكن المشكلة أن حفتر مدعوم من دول إقليمية وهي مصر والسعودية والإمارات، ونحن للأسف مضطرين لمياتها وفرنسا، فهناك أموال كثيرة من الإمارات، وهناك يعني يستولون على الأموال الموزعة في بنوك الإمارات الليبية من أيام على المستوى السياسي. ورغم الاعتراف بحكومة الوفاق، لأن اللواء يعني حفتر لا يزال يحارب ويطعن بها، كيف أسهم الدعم الدولي لفرنسا التي تبرأت منه مرارا في تقوية حفتر؟ الدول هذه تلعب دورا مزدوجا سيدي الكريم، في العلن يعلنون بانهم يعترفون بحكومه الوفاق السعوديه وفرنسا، وفرنسا يعني للاسف هذه الدوله العريقه الديمقراطيه دورا مزعجا وخبيثا، والشعب الليبي مستأنس منها، واسلحه صواريخ امريكيه ارسلتها وجدت في غريان عندما وبالتالي هناك دور مزدوج. نعتذر منك أستاذ جمال عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي لعدم وضوح الصوت، نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي.